أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من القصد وقد كفروا بما جاءكم الحق يخرجون الرسول وإياكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم إليكم أيديكم
فيبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون يوم القيامة يفصل بينكم والله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا عليك توكلنا
كلا وإليك أنبنا وإليك المصير. صدق الله العظيم.